طبعا عقد الاهلي هيبقى في تغيير في مجلس الاداره لا انا ما اقدرش في منافسه طبعا مم. يعني في ناس هتنزل يعني انا متاكد طبعا الخطيبة ينزل هو ما قالش كده بس انا انا احساسي انه هينزل اعتقد كده يعني يعني اعتقد يعني أه هو لم يعلن حتى الان يعني